قالوا زمان التاجر سمعة والرأس ماله الأمانة. تجار زمان كان كل واحد يحط كرسي قدام دكانه، ولما يجيله زبون يستفتح كان يدخل الكرسي، ولو جاله زبون تاني كان يبص الأول ويشوف جاره التاجر لو كرسي لسه برة يبعت له الزبون. دي كانت أخلاق التجار وحكمة السوق لما كان في قناعة وعدم استغلال للزبون والبيع بما يرضي الله قبل ما تدخل مصطلحات غريبة على السوق زي التجارة شطارة، الرزق يحب الخفية، بيع ما تشتريش وكله بالفهلوة. ايه اللي حصل وايه اللي اتغير وازاي السوق حاله اتقلب؟ بانكير نبض البنوك. زي ما قلنا اتبدل الحال والزمان بقى غير الزمان. التاجر المصري عرف الفهلوة بعد ما كانت كلمته سيف، عرف طريق الاحتكار وازاي يرفع السلع ويكسب حتى لو على قفا الغلبان. الاوفر برايس بقى رزق حلال، مش بقولك الحال اتبدل. زمان كان فيه تسعيرة وامانة، والنهاردة الف تسعيرة وجنبها فدان شطارة وفهلوة ومصطلحات غريبة وعجيبة. السوق في كل العالم عرض وطلب وسعر معروف وكل حاجة فيه على المكشوف، عندنا تحكم وصعبوا على الناس عيشتها وكله بالفهلوة، واحبس السلع وعلى السعر وقول مفيش. وتاجر الزيت والسكر وغزل البنات اتغير وبقى تاجر دولار وعملة وجملة، وتاجر ذهب ومعادن، وتاجر في السيارات، وتاجر أزمات، وزود وزايد على المواطن واللي معوش ما يلزموش. وعلشان ما نبقاش ظالمين، مش كل التجار بتوع فهلوة والحاجة من قرش يباعها ب30 قرش، في تجار برضو لسه عندهم ضمير بيبيعوا السلع بسعرها المعقول. وامشي عدل يحتر عدوك فيك، الرزق الحلال بركة، ومش فهلوة منك انك تعلي الاسعار وتحجب السلع وتبيع وتشتري في الناس، دي مش فهلوة، ده غش في غش وحرام وعمر الحرام ما هيدوم. كانت معاكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.